بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم دلوقتي عن التاتو كأوفر فيو من بعيد خالص كده، وقبل وبعد وأثناء. يعني أول حاجة، لو قلنا دلوقتي واحد عايش في حي شعبي في مثلا 50 واحد مثلا في الشرابية أو أي حاجة، مثلا لو عامل تاتو هيبقى وصمة عار جدا ليه وهيكون صعب جدا، بل على العكس ولو عنده تاتو المفروض يشيله. على عكس مثلا واحد عايش في حي باريس، اللهم صل على النبي، في 30 واحد، هو الوحيد اللي مش عامل، فلازم يعمل عشان ما يتعرضش للانتقاد أو التنمر أو أي حاجة مثلا ممكن تحصل له. يعني ففي بعض الأحيان لازم نقلد الناس أو نعيش وسط الناس اللي احنا عايشين حواليها، فالمكان بيفرق جامد جدا جدا جدا. بالنسبة للتاتو، يعني الفكرة مثلا لو انت عامله كحب، يعني كحب لشخص او حاجة، يعني فالضغط العاطفي لو حصل اي مشكلة ما بينكو بيكون غير طبيعي، حتى لو شلته التكلفة فحاجة غير طبيعية. فيعني يعني لو هتحب حب باعتدال، ولو هتكره اكره باعتدال. بالنسبة مثلا لحد رايح الحج او حد رايح العمرة، فمثلا عامل تاتو بجزء كبير جدا، فنفس الفكرة برضو بيبقى عنده وصمة عار او كده، فلازم بيحب يشيله، يعني الا لو حد مثلا واثق من نفسه جامد. يعني دي نقطة. تاني نقطة، اختيار الملابس مع التاتو. بنشوف ده اكتر مع الستات، في بعض الستات لما تكون عامله تاتو بتلبس ملابس تبين التاتو، بتعمل تاتو برضو على حسب الملابس، وفي بعض الستات بتخفي حاجه زي كده. يعني فعلى حسب اللبس، يعني على حسب التاتو وشكله ومكانه بيكون طريقه اللبس. فدلوقتي خطورة عمل التاتو، يعني مثلا الأمراض المعدية، أمراض بتنتقل عن طريق الدم، الحساسية، فنفس الفكرة يعني. فنفس الفكرة، هل التاتو حلو ولا وحش؟ برضو بيكون عندك مرجعية الدين والمكان وحاجات كتيرة جدا. وهل التاتو ممكن يكون بدون ألم؟ الإجابة هي لأ. زي برضو ما قلنا قبل كده، الليزر بدون ألم؟ لأ، الليزر بألم عادي جدا، وما تصدقش أي حاجة يقول لك الليزر من غير ألم. فنفس الفكرة في التاتو، على حسب المكان بتكون درجة الألم، فنفس الفكرة يعني. فخطورة والفلوس، انت عشان تشيله بتحتاج تقريبا يعني من اسابيع لشهور على كذا جلسة، التايم، تكلفة الوقت ذات نفسها في الانتظار واثناء وبعد، فمش الطف حاجة يعني للامانة. ولو نفتكر برضه في مجال المصارعة، عندنا راندي اورتن او تقريبا ميسي، برضه نفس الفكرة، ما بيعمل كذا تاتو ورا بعض، يعني مثلا من اول يوم بيعمل فيه التاتو او اول سنة غير بعد 8 9 سنين يعني، فهنا مثلا شكل التاتو بيقل او الزهو بتاعه، فنفس الفكرة يعني. فدلوقتي بالنسبة لعيوب التاتو، ألا وهي مثلا احنا قلنا السكار، يعني تكلفة مثلا يكون عندك سكار ومنتجات للسكار، تقريبا لو احنا دلوقتي قلنا في مصر مثلا 500 600 جنيه المنتج الواحد، فلا انت تخش في تكلفة عالية كبيرة جدا يعني، وقلنا كذا جلسة والتايم. في نفس الوقت لو انت عندك تاتو حبيت تشيله فبيبقى انكمبليت ريموفال، فمش بيتشال كله، او على حسب الدكتور او على حسب الشخص، فبيكون مثلا يعني انديفيديوال فاريشن، بيختلف من شخص للتاني. ولو انت هتعمل او هتشيل بيكون في يعني ما تخليش مثلا الاكسبكتيشن بتاعتك عالية، فده بيختلف من شخص للتاني يعني. ونفس الفكرة برضو لو هتشيله الجلد مش بيبقى يكون مثلا زي الأول في اللون، في يطلع يعني مثلا الدرجة، يعني توحيد لون البشرة دي نقطة، العلامة الخط الفاصل ما بين الجلد الطبيعي والتاتو ممكن يطلع ينزل، الجلد مثلا ممكن يكون خشن، فنفس الفكرة. فيعني فنفس الفكرة، التاتو على حسب. وأهم نقطة يعني، معظم الناس اللي بتعمل تاتو كده عشان الحب أو كده، فحب باعتدال واكره باعتدال، ودايما يعني بيكون عندك مرجعية وبيزكس بترجع لها وقت لما تكون بتحصل ضيقة أو بتحصل مشكلة. وبس كده، كان معاكم الصيدلي محمدي، لو عجبك الفيديو شير سبسكرايب لايكس، وشكرا كتير.